تحلم معايا أحلام معايا تسمع حكاية اسمع غناء وارقص كمان تعزف كمان عزف عشانك اضحك عشان يضحك زمانك أنا لو مكانك هحلم كمان أحلم لحد الحلم بعيد أحلم نستهين بالخوف ونحلم كنا ننسج حلمنا حبات أمل لما كنا كل ليلة نجري ويا الذكريات نحكي نحكي حكاية. أهلا بيكم في مهرجان إبداع في نسخته 12 واللي بيقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبإشراف ودعم كامل من الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. في البداية بنحب نرحب بأعضاء لجنة التحكيم اللي منورنا النهاردة الفنانة القديرة والنجمة الجميلة الأستاذة صفاء أبو سعود المخرج الكبير الدكتور عادل عبدو المخرج الكبير الدكتور عبد الله سعد. يلا بينا نبدا التنافس في مجال جديد من مجالات مهرجان ابداع في نسخته ال 12 وهو مجال المسرح الغنائي والاستعراضي اللي بيقام على مسرح وزاره الشباب والرياضه بالمهندسين واللي بيتنافس فيه 10 من الجامعات والاكاديميات والمعاهد الحكوميه والخاصه. بيتنافسوا بمجموع عروض 14 عرض تم تصفيتهم ل 8 عروض بيتنافسوا على جائزه مجموع قيمتها 358,000 جنيه. جائزتنا بتحمل اسم الموسيقار العظيم اللي ألحانه أطربتنا مع كل من الفنانين الموهوبين جدا أو الفنانين العظماء زي كوكب الشرق أم كلثوم فيروز ووردة وعبد الحليم. مش بس كده ده كمان صاحب ألحان أنشودة مولاي للنقشبندي. جائزتنا بتحمل اسم العبقري الموسيقار بليغ حمدي. يلا بينا نبدأ منافساتنا النهاردة مع العرض الغنائي والاستعراضي مع الشغل والجواز المقدم من المعهد العالي للفنون المسرحية. عرض مع الشغل والجواز المقدم من المعهد العالي للفنون المسرحية هو تأليف وأشعار أحمد رجب وإخراج عبد الباري سعد. بنتمنى للجميع اكيد مشاهده ممتعه وما ننساش ابدا شعارنا في ابداع مع ابداع حقق حلمك. يقفل يا ابني. يا جماعه ده فرح يا جماعه. الزغروطه فين؟ زغروطه يا جماعه ده فرح. يلا السلام عليكم. يلا بينا بقى نهيص بقى. المزيكا يا خالي. علي 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 علي
الظرف. مش ابوكي في الخطوبه اللي قفش دي بيت على اول الشارع راح ذبحه وفرقه على المعازيم. الراجل كان بيقتل في امان الله، لقى نفسه تحت تهديد السلاح. ايوه انما انا صارف وبكلف كل نفر حتتين جاتوه ثلاث سندوتشات. ايه ما استاهلش ولا ايه؟ لا يا روحي انت تستاهلي اربع سندوتشات كمان. بس انا لقيت ايه، في فرق حلو في الفلوس وقلت اوفره من الهاني مون. هنروح الجزيره اللي قلت لي عليها. امال ايه، جزيره الشيطان عشان يبقى ثلاثنا. بطل قلة أدب بقى، احترم نفسك. احترم نفسي ايه، ما احنا اتجوزنا خلاص. انا فرحانة قوي 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 قوي. طب يلا بقى يلا، عشان الجسم ده على رجلي ومش قادر. توكلنا على الله. يلا سلام يا جماعة. سلام يا جماعة. يلا ايدك معايا بسرعه عشان ندفنهم. يلا هات. استنى يا عم، انت بتعمل ايه؟ بدفنك انجز، نام. يلا تدفن مين؟ تدفن انا؟ ايوه. امال انا خايفه. استني بس، يعني انت استني. انت من اولها كده عايز تلغي شخصيتي؟ لا انا كنت حاسه على رأي طنط فوفا. يا مامنه للرجال، يا مامنه للميه في الشوال. لا في السندال. عارف البتاع المخرم ده؟ في السروال. يا ابني المخرم السروال ايه بس؟ بس انت مش وقت طنط فوفا وايه الكلام ده؟ يوه زعلت. امارات عسلات فل، بسكوت على حلويات، احمر يا بلح امهات كده، سمنه تعالى عسلات. خلاص يا روحي. خلاص يا حبيبي. يا بذمتك مش بيفكروك بحد. بالايه؟ بالصراصير؟ لا اكبر من كده. بالسلاحف؟ الله اسرع من كده يا راجل. ايوه انما حيوانات يعني. هو حيوان واحد بس ومفيش غيره. الله انت قصدك عليا. بس انا كنت اشنجن من الواد. قلت لك 100 مره بطلي الضحكه الرقيعه دي. الله هطمع الراجل فيكي. انت لسه بتغير عليا. مش مساله غير، انما يعني حقد طبعا. لو سمحت بعد اذن القرف. ممكن حد يفهمني في ايه بيحصل؟ مفيش حاجه، انتوا ميتين واحنا بندفنكم بس كده. يا نهار اسود، انت بتصوتي ليه عايزه؟ انت اللي بتقولي ايه حبيبتي؟ ممكن تبطلي عصبيه لو جرالك حاجه؟ انت عبيط يا اخويا، بتقول لك ميتين، هيجرالنا ايه اكتر من كده؟ ممكن عزوها ميتين من الضحك. بذمتك دي ناس جايه تدفن، دي ناس جايه تهرج، انا حاسس ان في حد بعتهم. اكيد امك. امي؟ ايوه، ما هي مش طايقاني وعايزه تبوظ الجوازه. ولما يكونش ابوكي يا هانم؟ ابوكي اللي كل شويه طلبات، ايش تكييف 7 حصان، ايش تلاجه 8 حمار، ابوكي نفسه في زريبه يرمح فيها يا هانم. وفا يا اخويا لما تجيب القشي والشفتشي على راي طنط فوفا، كيف الجاتوه يجيب له
يجيب له ساليزون؟ لا يجيب له امبيزون؟ عارف البتاع اللي يحقن الكورتيزون؟ يا ابني الكورتيزون ايه بس؟ يا ستي بقول لك ايه؟ انا ما بحبش حلويات اصلا. زعلت. امارات عسلات فلي بسكوت على حلويات احمر يا بلح امهات كده سمنه تعالى عسلات خلاص يا روحي خلاص يا حبيبي يا بذمتك مش بيفكروك بحد بس انا كنت اطمطم من كده بطل الضحكه الرقيعه دي قلنا 100 مره بشرف وعش دماغ اهلي هتحش دماغ اهلي مين يلا يا راجل يا اللي بتركب عجلات حربيه كنت فاكر نفسك بتتمرن في الجيم ده انا اتفنك هنا تتفني مني يا وليه ده انا مستحملك من ايام الترانزستور يلا يا راجل ما تسوسش سوق الرجاله طلطابيا ولا ثلاثه بتتحرصها كده ايه ده في ايه ايه ده ما ينفعش ما في واحده ست استنى انت عارف الاشكال دي جوه واحده ست يا بنت مهما كان واحده ست في اتدخلت في حياتي فجاه كده واتحشرت بينه وبين مراتي يا راجل انت حشر من اخرك وسطنا ليه انت مالك ومالنا اساسا انا مش قصدي الولايه كانت كشفه شعرها ايه ده الراجل كان قالع بنطلون ايه بنطلون اهو انت عايز تشوف بنطلون ليه يا سيدي لا بنطلون حكايه بنطلون انا حاسس ان انت ميولك مش مظبوطه يا سيدي انا اسف للبنطلون انا اسف بعتذر لك ممكن بس ثانية على جنب اتفضل هو في ايه يا عم انت هو احنا متنا بجد ولا ايه ايوه انتوا مالي يعني مغمى عليكم ايوه يا نهار اسود طب ممكن كلمة بس بعيدة عن البنات ايه هتقول حاجة ابيحة لو هتقول حاجة ابيحة ماشي الحريق امشي لا اعمل لك كوباية شاي ولا يا عم ابيحة ايه ما انا خلاص مت اه طبعا اللي اختشوا ماتوا طبعا اه كنت بتختشي معاهم برضه فمت ولا عملت ايه؟ اه ما لحقتش اعمل حاجه. اوه انت كنت دفعه اللي خاف ما يختفيش. ايوه انا بقى فضلت كده. اه. اصل انت مش فاهم. ايه؟ انا ما ينفعش اموت دلوقتي. ليه وراك ايه؟ يا عم مش قصه ورايا ايه؟ انا مستني اليوم ده بقى لي 4 سنين. 4 سنين عشان خاطر الامبوز. انت فاهم بقى الامبوز بقى لي 4 سنين مستني اليوم ده ويوم ما يجي اليوم ده يعني 4 سنين؟ يعني مش 4 سنين وشهرين واتناشر يوم؟ احنا تقابلنا يوم كام بقى؟ ادفن الرئيس يلا يا باشا يلا باشا قولنا من الاول تبعت الضرب على الخراب ادفن يلا يا حرام يلا هتقول لي انا عسل يلا هتقول لي انا عسل يلا انا عايز اقول حاجه بس يا جماعه انا بحبها ابني احنا كده مش هنخلص انا اعمل ايه طيب ما انا واحد جيت اخش الدنيا خرجت منها هو مفيش اي حل يا جماعه واحنا يعني في ايدينا ايه نقدر نعمل مثلا لو بس الوقت افرح قبل ما نموت ويفوت لو بس نعود لحظه نتفرج على روحنا حبايب بجري الأحلام نحققها ونروح العيشة بطعم التوت نروح نضحك ونسرقها وكلنا نايم لكن مش ممكن يتحقق قلتوا ايه؟
موافقين موافقين من غير ما حتى تفكروا. حياة قصاد موت ما اعتقدش محتاجة تفكير. حلو، اثبت على موقفك. انزل بالكتاب. انزل تعالى تعالى. كتاب التعويذ، باب الحي أبقى من الميت. مادة 123 على 1000. انزل انزل. مادة 123 على 1403. عملية النقل قد يكون لها آثار جانبية، يعني الخيال ممكن يدخل في الواقع. مادة 124 على 1403. الحياة المنقولة تمحو ذكر الموت، يعني ما حدش هيعرف اللي حصل، كأن حدث موتكو دي ما حصلتش. مادة 129 على 1403. على فكرة دي 125. هي 129 وأرقام أرقام لو تفضل دفاترنا. 9 و5 ما بعد في عصاية. مادة 169 على 1403. أي محاولة للإخلال بالعقد قد تؤدي إلى نتائج معلقة. يعني إيه؟ يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. أبا والله ما تسيبنا. طب نشوف إيه؟ اطلع استنى أنا باخد المواصلة. استنى اطلع. يا سيدي ما كنت كتبته في إيدك حتى. بس اسكت اسكت اسمع كلام. العقد مربوط والشرط مشروط، لا انت تمشي ولا هي. الهديه الاثنين ما تتقسمش على واحد. يعني ايه؟ يعني هتفضلوا لابسين في بعض طول العمر الى الابد سوا، والا هتشوفوا عذاب العن من الموت. انتوا بتهزروا يا جماعه؟ انا اصلا راجع الدنيا عشان اقضي عمري كله معاها. انا عارف منين قال لك تهزر معاك. تهزر معاك ليه؟ اسمي لما جري الضحك ما جريش. مفيش عذاب العن من الموت. احنا جاهزين وموافقين على كل الشروط. حلو، اثبت على كلامك. عندي كحه موتين. فانت عارفه ان الادرينال ازاي تضربني كده. ما صوتش ما صوتش حبيبتي ما صوتش. خلاص بقى انا اسف. ازاي تضربني كده؟ ما صوتش. امارات عسلات في الليل، بسكوت على حلويات احمر يا بلح امهات كده سمنه تعالى عسلات. خلاص يا روحي. خلاص يا حبيبي. يعني ده بجد؟ مش عارف بقى بجد ولا خيال، المهم اننا عايشين وسوا. عارف عارف بس بستعوض يا انا لو بحلم احلى حلم في الدنيا مش هتمنى اكتر منك فيه. هي الحياه والدنيا دي من غيرك انت تسوى ليه؟ يلا انتي ونفرق احنا سوا نلف ونشوف
ايس كريم يسلم على الورد يا ناس بيروح على قلبي في ثانية ودي يا بيه ده حلمي ده ولا الحياة تحلى وبكرة الحياة والحب يبلى لو عايش معايا أجمل من الفايتين عايش معاك أحلام نبنيها سوا لسنين الوقت طالع بالملي لابوك والحالة تمام تقدروا تاخدوه وهيكبر بكرة وهيتحب يا ربي بطل بس عياط هيجيب لي صداع ابو على ايه ما بلاش يا حبيبي اقسم بالله مش ابني مش هستلم شغل يا نهار ابيض هي الساعه كام دلوقتي تركز في الشغل حاضر هركز في الشغل اوعى تبص كده ولا كده لحسن والله هعرف ولو عرفت هقطع يا ست تقطعي انا عارف فين القميص اللي كان تحت هنا عريس ايه استنى اروح على الشغل كده طب دور كده هنا ولا ايه ادور كده هنا ما هو انت اللي بتنقلي الحاجات انا عارف اهو قميص حاضر مش هبص لحد متاخرش حاضر مش هتاخر يا رب ابعد عنه عيون الستات يا رب عشان والله لو بص الوحدة هقتله يا ابني انتوا ابناء الشركة اقول لكم ايه بس اقول لكم كل واحد على مكتبه يلا اهلا بالعريس اهلا بالمغفل اللي دخل قفص الزوجية وسايب كل الحريم اللي مستنياه بس بقى يا عم انا بيت راجل مخلص دلوقتي مخلص ماشي يا مخلص بس سوزي وبوزي وتوزي كانوا بيسألوا عليك امبارح في النادي ايه توزي سألت عليا يا بنت الايه يا توزي لا اقعد احكي لي يا ستوزي دي انت عارف قالت لك ايه عني قول سيبني انا مخنوق اولي من دول ايه متخانق مع مراتك لا عشقت قالوا لي اختها فوفي سبتها ميمي خنتها مع مين هو في غيرها يا بنت الايه يا توزي يا توزي يا عم تولع توزي وامها مش مهم المهم خلينا بقى ايه نحتفل بيكوا فرحه ايوه هي الحاجات دي هي الحاجات انا بحبك عشان بقول لك ايه بس المديره تيجي تزعلنا واحنا بنعمل ايه يعني دي تمارين الصباح 1 2 3 4 و 2 3 4 يلا اتنين ايه يا في ايه قولون تاني قلت لك اعمل عمليه واخلص منها اخبار الشغل ايه بيسلم عليك والله انت يا ولد انت بتتكلم من غير ما تحرك شفايفك دي موهبه ما تقدم في حاجه يعني ازاي الحمد لله جرايا ساده انتوا مش جايين تشوفوا شغلكم جايين تشوفوا هتفطروا ايه هتحلوا بايه هتحبسوا بشاني ولا بس انتوا فاكرين نفسكم في مؤسسه خيريه في دار رعايه اجتماعيه على شغلك انت وهو وهي هي اخرس وانت ايوه انت ايوه مش خلاص اتجوزت وحفلت علاقه انك تتجوز بانك تاخد اجازه من شغلك انا عايز افهمها ها اتفضل شوف الشغل اللي متدلدل على دماغك مش حافظه غير الكلمتين دول ربنا ياخدها اعظم شركه اعظم قياده شوف دي
قالوا تفرق ايه مديرتك عن قمر نور سمانا؟ قلت احلى من القمر، شغلها بيفرق معانا. القمر نور في ليلنا والمديرة منورانا. تسع ايام اجازة. ميرسي يا فندم ميرسي. قولي بقى يا خلبوس، اخبار شهر العسل ايه؟ مجيد هيكون زي وشوشكم. هو انا اعرف اشكم. حضرتك كل ما بتخش المكتب بتنوريه من تاني والله. مش برضه عملت اللي في نفسك ولا الاستاذ جاي الدلع؟ في الشغل وفي المكتب والناس شغلنا محطوط له اساس نتقابل بالبسمه ومفيش مانع لو حبه هزار الواد مرسوم حته رسمه ومخليني قاعد على النار. تمام يا فندم، اموري علميه. هتظبطي مواعيد زيارات وهتكتبي للادارات خطابات وتردي على التليفون اوقات وتشوفي مديرك نفسه في ايه. وتشوفي مديرك نفسه في ايه. عاجوني وجيك نفسه في ايه. اسف لسيادتك هتقدم واحسن من شغلي في ثانيه. اما انت صحيح حاجه تندم على ان رجعت تاني الدنيا. انت يا استاذه، انت يا هانم اللي شغال عندنا جديد، ايه شغالين في طابونه في طاحونه؟ فين الدريس كود اللي اتفقنا عليه؟ فين معايير الشركه؟ من بكره تيجي لابسه محزق وملزق وقصير. شوفي زميلاتك بيعملوا ايه واعملي زيهم، مش كده يا بنات؟ بنت مساج. يا بنت الهايبه. انا عايز افهم ايه الشغل ده كله؟ وانا مش خلصت كل حاجه قبل ما اخد الاجازه؟ قلت لك 100 مره الشغل بيحب المجاملات، تشغيل الدماغ، الشغل ما بيحبش الشغل. الشغل بيحب التطبيل والورك ورك. سميها زي ما تسميها، المهم انك تشغل دماغك وتعدي امورك. بعد اذنك بقى عشان مديرتي عايزاني. مديرتي عمل معاكي ايه؟ عمل؟ ما عملش. هو ممكن يعمل معايا حاجه؟ طب قال لك ايه؟ يا بنتي الراجل ده مريب، نظراته مش مريحاني. مالك يا حبيبتي ما تفكيها كده؟ وبعدين ايه اللي انت لابسه ده؟ ما تستهدي بالله حبيبتي وتقلعي. يا بنتي يخرب بيتك، ازاي قادره تفكري كده وانت متجوزه؟ حد قال لك ان انا بعمل حاجه غلط؟ ده اسمه ذكاء اجتماعي، يعني بالبلدي كده شوق ولا تدوق. وبعدين يا حبيبتي انا وهو متفقين على كده. هو مين ده؟ جوزي. جوزك اللي هو صاحب جوزي؟ لا انا بشغل دماغي ولا هو بيشغل دماغه. يعني هو مش بيقول لك اي حاجه على اللي بيحصل ده؟ لا، ما هو مش عاوز يعرف او مش مهتم انه يعرف. ده انتوا مجانين بقى. انا بفكر ما كملش. لا ده انت مجنونه في دماغك بقى. عن اذنك، اصلي شكلي مديري عايزني. يا مديري يا مدير كده حلو يا مدير. مجرمه. هنعمل ماسك يا فندم. عامله حسابي. اها حلاوتك يا مدلع. انت يا استاذ لو ما خلصتش الشغل اللي وراك همشيك. الفرخه اللي ما بتبيضش بتتذبح بتتذبح. احنا على ميعادنا بالليل تمام. شكلها الايام مخبيه لنا حاجه، خوفي للايام تغير فينا حاجه. حلمنا شكله هيطلع كان سذاجة، واللي جاي هيكون اكيد صعب وتقيل. انت وحشت ابني. طب والله عجيبة الدنيا، دايما عكس اللي اتمنيه. ناس تتمنى تروح الجنة، ناس دايما سهرانة.
بس يا ترى صبرك هيطول ولا الدنيا تمشي تمام ولا الدنيا تقوم تتحول لا 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 مستحيل مستحيل لا لا هو ده بقى هو ده مشكلته لو عطوني بيضحكني كده في الشغل بدا... لا 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 ده في المصايف اهم من العوام احكي لهم اهم المصايف فاكر لما كنا بنسافر انا وانت وصاحبك التخين وننزلوا ميه ونقلعوا ميه ويقعد ست ساعات ما اعرفش يطلع احكي لهم احكي لهم كان معايا واحد صاحبي تخين كده كنا نروح المصيف نزلوا بس طب ما انت حكيت طب لما كنا بنزوغ من المدرسه ونروح السايبر ونقول بلاش بوازيك بلاش بوازيك وتصير تعمل شفره الكلب احكي لهم احكي لهم كنا بنروح السايبر نلعب لعبه كده هو انت بتحب تسمع الحكايه بصوتي افهم عشان افهم انا قلت تقبلك اعلى يا سيدي الله يبارك لك بس انت كده حرقت الحكايه زي ما كنت بتحرق الاكل انت وصاحبك التخين اخرس انا كنت بعمل احلى اكل في المصايف كلها لا بس اكل المدام لا يعلى عليه بجد بجد تسلم ايدك الاكل تحفه ايوه يا ابني دي طباخه محترفه تسلم ايدك يا روحي الاكل حلو قوي خلي بالك انا كنت ناوي انزل الجيم زي ما قلت لك واعمل فورمه وبتاع بس بوظت كل مخططاتي يا خلبوس عايز تعمل فورمه عشان خاطر الحريم عشان خاطر توزي عايز تعمل باي تراي وباي انت هي مين توزي دي باي انت استنى يعني دي عضله التوزي بروح الجيم العب كتف وظهر وتوزي ما انا جسماني يا حبيبي انت مش محتاج عضلات على راي طنط فوفا الحلو حلو ولو قام منه انت اول مره تكملي مثلا حلو كده عشان تعرف ان انا بتغير علشانك يا غالي بحب طب بعد اذن الحب تعالى عايزاك كلمتين كلمتين ايه انت مالك يا حبيبي كلام بنات يا غلس وكده تسيبيني لوحدي يا كوكي لا ارجوكي ارجوك ارجوك خلاص يا حبيبي خلاص بقى يلا طيب بحبك بعشقك خلاص بموت فيك ولع ولع ربنا يولع في جتتها ايه ده هي مين دي مراتي ايه يا ابني ده انت كنت سمنة على عسل دلوقتي يا عم سمنة ايه انت مش شايف هي عاملة ازاي دي شبه جوز خالتي المهم بس قولي هو انت ليه سايبة شعرك طويل كده اصل هو بيحب الشعر الطويل بيقول يعني انه بيبقى احلى عليا وكده ولا ايه طب والله ده ما بيفهم ايه ايه عملت ايه في شهر العسل اسعد ايام حياتي انا لما بقوم من النوم واشوفه نايم كده جنبي زي الطفل بحس اني بحلم طفل بالشنب ده دي احلى حاجه في شنبه طب والله ده ما بيفهم وبعدين هو كان يطول انه يمشي معاكي ولا يقف جنبك حتى هو يعني ما كانش يحلم وكده بس بحبه ما تبقاش مدلوه كده اذبح لها القط ايه يا فران انت قطه تقله اذبح الحقيقه يا ابني مشاركه مشاركه ايه يا عم انت اسمع مني بقى عن خبره كده الراجل راجل والست ست والكلب دج والقطه بس انت جاي تقولي بديهيات النهارده في البيت ها يا ابني اسمع الكلام انت لازم تشكمها لازم تعملي اللي انت عايزاه لازم كلمتك هي اللي تمشي لازم كلمتك هي اللي تمشي لو قالت لك حاجه قول لها لا وخلاص لو قال لك على حاجه قولي له لا وخلاص انت تعمل الحاجه اللي تبسطك انت بالشكل اللي يبسطك انت ما تشغليش بالك هو كده كده هيعرف يصرف نفسه هي حرب يا بنتي ده جواز يعني اتنين بيكملوا بعض يعني مرة أتنازل ومرة يتنازل أحترمها وأساعدها فتحترمني بيبقى جنبي في وقت ضعفي تبقى جنبي في عز دقتي نقسم الأوجاع سوا لما تضحك يهدى قلبي لما احزن يبقى جنبي يخاف عليا بالهوى تبعد الدنيا في عيوني
انا عاجبني طموحك قوي، بس الكلام ده بقى ايه ما بياكلش عيش. مش عايزك بقى تيجي كل شويه تعيط لي وتعمل لي وتسوي لي. تمام ماشي يا اختي، مش هاجي اعيط، امشي بقى. استاذنك تاخد مراتك وتمشي. ماشي ماشي يا سيدي. يلا يا كوكي. ايوه يا حبيبي جايه اهو. ما تنسيش الكلمتين اللي قلت لك عليهم، ها؟ ولو احتجت حاجه كلميني. اوكي. هو انت ليه يا اخي ما بتسيبهاش تقص شعرها؟ ليه بتقول لها ان شكلها وحش في الشعر القصير؟ ماشي حاضر اخليها تقول. معلش ماشي، احنا انبسطنا قوي النهارده باللمه دي، يا ريت بقى نكررها كتير. يا ريت ما تتكررش، وخد مراتك وامشي. ماشي يلا يا حبيبي يلا. هات مفاتيح العربيه. ايه ده، ومش انا اللي هسوق ولا ايه؟ لا يا اخويا انت صوتك حريم. خلاص هركب تاكسي. هو انت قلت لها اني بقولك ان شكلك وحش في الشعر القصير؟ لا اكيد ما قلتش كده. امال يعني؟ هو الموضوع جه في وسط الكلام عادي. فعلا ماشي، انا هنام. انت هتنام دلوقتي برضو؟ اه، كان عندي شويه مشاكل في الشغل كده فمش قادر. ماشي. هو انت مش هتقولي تصبح على خير؟ تصبح على خير. هو انت متضايق من حاجه؟ لا. هو انت ليه قلت لي تصبح على خير من غير يا حبيبي؟ انا اسفه والله، يعني معلش لو انا بتصرف وحش النهارده، اصلا انا حصلت لي مشكله في الشغل برضو. انت كمان حصلك مشكله في الشغل؟ ده شكله كان يوم صعب قوي. انا هنام. وانت من اهله؟ اوقات الوقت بيسرقنا وتروح اوقات، حاجات لو سبتها للدنيا بتسيب علامات. في بيوت بتعيش في تبات ونبات، أعوذ بالله أعوذ بالله. الناس كلها خيبتها السبت والربوع، وأنا خيبت في بنتي طوال أيام الأسبوع. جرايا هنا هي شغلانة بقى. هو بكلمك برضو، هو احنا بقى مش هنخلص من المرمطة اللي احنا فيها دي؟ تعالي ما نشوف عامل مصيبة ايه المرة دي. السلام عليكم. ها يا أولاد، مين فيكم هيبدأ بالكلام أولا؟ يا عم الموضوع مفهوم. أنا تعبت يا بابا. لا ما تتعبيش يا حبيبي، مفيش حاجة زعلك. زعلك الكلب ده وين؟ يا حبيبي استغفر الله يا بنتي، مش كده في ايه؟ عيطت يا اختي؟ عيطت يا ولد. ادي امانه اللي انت شايفها تكسر قلبها وتزعل، واللي بسرعه الكارثه اللي عاملها، خلينا نشوف مين الغلط. ليه يا بنتي تزعلي؟ بس ما حدش يقدر يوم يحس غير جوزك. ما تقولي لي لو يا جوزك. قولي لها يا ماما قولي لها. ما انا بقول لها يا حبيبي، انا ابني، هو انا ابني ده بيزعل حد؟ ده انا ابني بلسم بيتحط على الجرح يطيب. ايوه يا ماما، انا ابني مرهم بيتحط على الجرح يطيب. قولي لها انا ابني حقنه. ماما
بتلاتة جنيه احترام وباتنين جنيه حفظ ماء الوجه. ابوس ايدك، اهدي وسبحي. احكي يا بنتي، فيه ايه؟ ما تقولي اللي حصل. الله، طب ما تسألي كده يا طنط، شوفي لو كنت استاهل كل ده ولا لا. انت عملت ايه؟ قولي لي انت يا ابني. خلصنا، خلينا نخلص من القصه دي. بص يا عمي، بصيت. بص يا امي، بصيت. ما بقتش بتهتم ببيتنا ولا فارق حاجه بتجمعنا، كل اللي بتعمله في حياتنا ولا ليه لازمه ولا ليه معنى، بتفكر بس في نجاحاتها تحقق ذاتها. طب مش اولى تفكر فيا وتشوف اللي بيحتاجوا بيتها؟ هو المفروض انك تخرج وتشوف نفسك تنزل تطلع، بطل محبوسه ما بين جدران، اطبخ واغسل واتنص وامسح. انا حقي اكون انسانه ناجحه واكون نفسي واتطور، في راجل بيطفي مراته راجل بيسيبها تنور. طب مين هيراعي البيت طيب، او مين هيشوف احتياجاتي؟ الراجل دوره يصون بيته، يدعمني في كل اختياراتي. انت مش جايبني اشتغل خدامه في بيتك؟ خلاص يا ولاد، خلاص خلاص، مش دي الحاجات اللي هنعمل عليها مشاكل وخناقات ونقعد نغني ليه؟ وما نعملش مشاكل ليه؟ واحنا صغيرين على المشاكل ولا صغيرين على المشاكل؟ احنا لو عايزين نعمل مشاكل يا حبيبي هنعمل مشاكل. يعني انت عارف ابني ده بتاع مشاكل انت ما شفتوش في المشاكل؟ أيوة. يعني عشان هو عبيط يعني؟ ايه يا ماما ده؟ يا ماما اهدي وتسبحي. شوف بقى، اذا كان شغلها هيجي على بيتها وجوزها يبقى يولع الشغل. ايوه، ويولع جوزها. انا جوزها. ماما بقى عندها حق. بالظبط، يولع الشغل. انا نفسي قفلت اصلا من الموضوع ده. يعني ايه نفسك قفلت؟ هو انا اعمل لك حاجه ما بتحبهاش على الغدا؟ ده لو كنت فاكره انا بحب ايه وبكره ايه اصلا يا هانم. والله لو انت فاكر هتلاقيني فاكره زيك واحسن منك. يا ست انا مش عايزه افتكر ولا عايزه اتنيل. امال انت عايز ايه؟ عايزك تسيب الشغل. انت تستهبل يا هينا، ده ما كانش ضمن اتفاقاتنا، ساعد ما قعدنا لوحدينا رتبنا اللي يخص حياتنا. انا بنتي نموذج متعلم في الجامعه بتسبق زميلاتها قبل ما ترد وتتكلم، انا بنتي ضحيت بحياتها رضيت باقل من العادي لما انت اقرتها بوعدك، مع اني انا ما كنتش راضي اذتها انها عايزه تساعدك. يا سيدي عبد الرحمن يا عمي. يا ولد انت بتسخر مني يا ولد؟ ما كله قلته. ما اقصدش يا عمي، قول براحتك يا حبيبي، بس مش كده. انت ماشي في دماغك كده يا ولد؟ انت انا عايز اعرف عشان انا مش اريال يا عمي. الفاظ قذره. اريال؟ ولا انت قصدك المنظف؟ لا لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، لا يا اوزع. اريال يا اوزع؟ لا يا فودي. مفيش، بس انت عشان سايبها تخرج وتلف على حل شعرها بتطمع الناس فيها يا اريال. عندك حق يا ماما. ده حق في ايه؟ هو انا ايه ذنبي ان انتوا صنف في عينه فارغه؟ رد يا شلح. حاضر يا ماما. ما هو انت لما تلبسي كانك مش لابسه وتنزلي كانك مش قاعده عايزه المدير بتاعك يفهم ايه؟ انا ما اسمح لكش، انا ما اسمح لكش. انا بنتي بتربيها احسن تربيه، تربيه نوعيه مش تربيه عاديه. النناة بتاعتها، شوف النناة اصغر حاجه عندي، النناة بتاعتها جت من بريطانيا على انجلترا على هنا طوالي. الله يرحمك يا نناة. انا حزينه وانا شايفاك بتفكر بالشكل الرجعي المتخلف ده. تعزميش يا بنتي بدل ما اديكي على دماغك. واسيبك بقى تلبسي اللي انت عايزاه عشان ابقى لارج وفري. انت ازاي تقول الالفاظ دي قدامي وقدام بابا كده؟ وبالنسبه لامي عادي؟ على الاقل يا اختي انا ابني بيقول. ايوه بقول. مش بيعمل ايه يا ماما؟ انا عايز افهم، هي السبحه دي اكسسوار ولا ايه؟ شوفي يا بنتي، الست مننا مالهاش غير بيتها، الشغل ده للرجاله وبس، الست تجهز فرشتها عشان الراجل يجي يحس بامان وبراحه في جنتها، لكن لو هتزود عشته وتعطي له تملي على الوحده تبقى عنيده وقادره وجحده. العيلة
عندك حق يا ماما بدل الهم ده. ايه الاسلوب ده؟ خلي عندك شوية أداب. أيوة خلي عندك شوية أداب. قولي يا بنت تاني. إيه؟ خلي عندك شوية أداب. أيوة اديله. إيه دي؟ اديله واد مش محترم. خلي عندك شوية أداب. خلي عندك شوية أداب. بنت محترمة. طلع على أبوها. العراء طنط فوفة. اقلب القدرة على فابوها تطلع البنت لأبوها. إيه ده؟ هي مش كانت في امها؟ ما اعرف امها ده فوق فابوها ده تحت عشان القله ما تتقلبش حافظ على ايه ده؟ لا 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 بسبب انا عارف حاجه. لا ده انتوا عينك جيب الجدري. انا قلت لك لا اله الا الله. اسكتي اسكتي يا ولية. تعالي يا بنت تعالي يا بنت هنا. يرضي كده تعالي بلا يرضيني بلا هم بقى. يرضي كده يا ماما. انت يا كلبه انت اللي مرمخت راسي انا وخالك ميدو في الطين لما جبت لنا الدغوف في دوت. اخرس قطع لسانك. ايه الدغوف دي؟ اخرس يا تحش انت. اوكي يا مامي. انا ابني مش دغوف، ما حدش يشتم ابني غيري امه. قلت لك لو المشكله دي هي السبب اغير الشغل. وانا قلت ما فيش شغل يعني ما فيش شغل. بلد قله اداب. لو سمحت يا عمي. بس يا ابني. من فضلك يا امي. ده بيتي. وانا بقى حر اعمل اللي انا عايزه في بيتي. بيتك؟ اه بيتي. هو مش انت من شويه قلت مش هشتغل خدامه في بيتك؟ يعني ده اخر كلام؟ ايوه اخر كلام. اتفضلي. انا داخله انام. الا ما سقيتونا حاجه. على فكرة ده شطان ودخل بينكم. انا حاسس كده برضو. ما الدنيا واسعة ده انتوا عالم بردة. الله. تتهد لما تلاقي سندك بعيد اللي بعيد. تخسر امان لما تكون مكسور واقف في وسط الناس مجروح قوي ووحيد واللي افتكرته براح على علي الصوت ساعدنا بيها. يحليها. ما اخذ ساعة مش قصدي. انا ربي كل ما اهرب من همومي اقول هقعد في مكان فيه صفاء الاقيها قدامي. ايه الهموم دي؟ تعالى. انا صعبت على المسا. على ايه بس؟ تعالى. هو في ايه يا عم انت؟ هو حضرتك تعرفني؟ عز المعرفه. اقعد اقعد تحظك في رجليك. اول ما جيت السمك بدا يرقص في الميه يتهافت على السناره. هو حضرتك تعرفني منين؟ راجل متضايق ومخنوق وجاي تقعد لوحدك يبقى اكيد الحكايه فيها ست. انت بقى من اللي بيقولوا عليهم عارف القرد مخبي ابنه فين؟ انا القرد. بس للاسف ما عنديش اي معلومات عن ابني لاني ما بخلفش. طب ما رحتش دكتور؟ رحت. قال لك ايه؟ مش عايز اتكلم في الموضوع ده. ما تزعلش نفسك يا عم القرد. اجيب لك موز؟ يا ابني صدقت اني قرد. امال انا زرافه. لذلك تلاقيني بستظرف كده. يا ابني انا بني ادم زيك انت هبل. لما بكون زعلان ومتضايق باجي اقعد هنا اكلم الاسماك والقروش. يا بختك يا عم تتكلم مع حاجه مش هترد عليك وتعارضك. غشيم. ده فاكر ان انا اللي بكلم الاسماك؟ امال القروش هي اللي بتكلمني. لما احنا بنبقى عايزين نيجي نقعد نفضي دماغنا ونقعد ساكتين. معلش انا لسه جديد في الكار ده. باين عليك.
عايز تتكلم ومحدش يقاطعك مش كده؟ والله ما عارف انا عايز ايه. انا عايز ارتاح. اصل انا ومراتي يوم فرحنا حصلت انت مش هتصدق. انا نفسي مش مصدق. انا بس مش عايز احس ان انا بحارب في كل حاجه. في البيت والشغل والدنيا. انا احلامي كلها تحولت لكوابيس. كوابيس مش قادر اصحى منها. تبقى السمكه ما عندك. ارخيلها السناره شويه. اصلك انت لو شديت جامد الخيط ينقطع. ولو رخيت جامد تاخد الخيط بالصناره وتطلع تجري وتبقى خسرت السمكه والصناره. ايوه بس في حاجات ما ينفعش. ما فيش حاجه ما تنفع. انت طريقتك اللي تقول ينفع ولا ما ينفعش. يعني اعمل ايه طيب؟ الطعم اللي تحبه السمكه انك ما يبانش عليك صياد. قصه سناره ما هوش شبكه. اختار طعمك قبل ما تصطاد. شوف سمكتك تحب ايه وهتقول. ايوه بس اللي على هواها مش مناسبني وهي مش عايزه تتنزل. يا ابن السمكه هواها هواك. خليك واد فاهم وحلنجي ويقولوا لك في البحر اماثل. لو بحرك هايج ومعاند روق بالك خد لك فاصل. ايوه بس احس ازاي ان انا راجل يعني تمشي كلمتي عليا وكده. انا قلت لك بقى هي تشد انت ترخي. هي ترخي يا سيدي بقى انت شد بس بالراحه وبالهدوء من غير ما السمكه تحس. تلاقيها هوب هوبا نطت في حجرك طوال. شوف لها هديه حلوه كده هتلاقيها. هتلاقي رنجايه. رنجايه علبه تونه. بوكيه ورد. انا ممكن اجيب لها بيرفيوم. حلو بيرفيوم ده. او هتلاقي ريحه. هتبقى هدية قيمة. فعلا عندك حق. البحر الهادئ لا يصنع سماحا ماهرا. سماحا؟ سماحا. لا يصنع سماحا. ما اصل هيسمح ازاي يعني. انا نفسي مش هسمح له. لا لا طبعا مينفعش. ابدا بالسهل ثم انتقل للصعب. تجد نفسك سماحا. تجد نفسك سماحا. شكرا يا محسوبك. لا بس هو محسوبك. محسوبك بس. حبيبي مش هشوفك تاني. مسير الحي يتلاقى يا خدامك. اخدمك بس. بس سلام يا خدامك. سلامة محسوبة. هاي القلود. عشان انا قلت له محسوبك وما هو ايه اللي خدامك. قال يعني بايه بيجري الضحك معايا. تمام. هتمشي على الدواء ده 13 يوم وهتجري على العلاج ده 14 يوم. اجري الوصب سريع ان شاء الله هتنزلي. انزل فين يا دكتور؟ هو انت مش جايه تخسي يا امي؟ يا دكتور انا مش جايه اخس. امال انا كنت بقول ايه؟ انا مش شايفه. مش يعني... شايفه. طب ما تقولي انك مش شايفه. هتنقطي من القطره دي 13 نقطه وتشقطي من القطره دي 13 نقطه من فوق كده وانت فاتحه عينيكي. انا ولا جايه اسقط ولا شقط. مش عايزه تسقطي. برافو عليكي. عايزه تحتفظي بالجنين. اجري على الجنين 14 يوم ان شاء الله. بصي هيبقى نايم كده ومسترخي. ايه بس اللي اجري عليه؟ هو انت مش حامل؟ انا مش حامل ولا زفت. الله انت مش دكتوره نفسيه. انا ما اعرفش انت قاطعه ايه. مش قايلالي مرسياني معاكي يا دكتور. ممكن تسمعيني وانت هتفهمي. اتفضلي. ما انا لو حكيت لك مش هتصدقي. لا احكي وانا هصدق. اصل انا وجوزي ليلة دخلتنا. ايه؟ لا يا دكتور. ايه؟ لا مش اللي في اللي دماغك. لا 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 لا. ايه تاني؟ انت بتقولي ايه؟ ها؟ انت بتطلعي عصير بيتك بره؟ احنا قاعدين في حمام مغربي هتحكي لي واحكي لك؟ هو انت جارتي؟ انت مش دكتور؟ جوزك لو دخل عليا دلوقتي هبص له بانهي عين؟ بعين الشفقه ولا ايه؟ بصي لي انا بعين الشفقه وركزي معايا ارجوك اسمعيني هتفهمي. بيو. بيو.
اتفضلي كلمي. اتكلم المره دي عادي يعني؟ يا ستي كلمي بقى ما تخنقيناش. زي ما كنت بحاول احكي لك. ايوه. بعد شهر العسل بدات كل حاجه تتهد. احكي لي كل حاجه بالتفصيل. حصل موقف معين مثلا خلى علاقتكم تهتز؟ ايوه. اتفضلي. حصل لي موقف مع مديري في الشغل. حكيت له على اساس انه يفهمني ويستوعبني. طب وهو كان رد فعله ايه في الموقف ده؟ انفجر في وشي. هايل. يا هايل، هو انت شمتانه فيا؟ لا انا معلش بس كملي كملي. حاجه في دماغي يعني. انفجر في وشي واعتبرني ان انا اللي مذنبه من الاول، وكان عايزني كمان اسيب الشغل. الموضوع بسيط جدا. فهمت. من تحليلي لهذا الموقف جوزك مخنوق نفسه يفرع، وجوز لو ملاش الراحة هيشوف غيرك وده متوقع. يعني ممكن يخني؟ مش شرط، بس خلينا نشوف دلوقتي مشكلتك انك جاية تقولي تعالى الحقك. هيقول علي هتعب نفسي ما بناقص حاجة تخطفني. يا نار اسود، يعني ممكن يخني فعلا؟ يا ستي اهدي اسمعيني. الراجل ما بيحبش يحس انه متجوز عيلة صغيرة بترجع له في كل قرارات حياتها. قال انتي محتاجه يحصل موقف كبير تاخدي فيه رد فعل كبير، تروحي تقولي له انا اخدت رد الفعل ده عشان شايفاه مناسب للموقف ده. فهمتي حاجه؟ يعني انت شايفه ان ده الحل يا دكتور؟ والله يا علم النفس بيقول كده، والعلم عند الله برضو. انا مش دارسه قوي في الحاجات دي. شكرا يا دكتور، انا حاسه اني بقيت احسن كتير بجد والله. لو سمحت يا معلش انا اسف. خضتني. انا شكلي جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ لا ده مناسب جدا فعلا. انت مستنيه حد ولا ايه؟ انا بصراحه مستنيه حد كده بحبه. مستنيه حد بتحبيه؟ معقوله؟ ده انا كمان مستني حد بحبه. طب ما نستنى سوا. نستنى؟ ما نستناش ليه؟ احنا ورانا حاجه. ايه ده؟ إيه انا دايخ مش قادر. ايه ده؟ طب اجيب لك ميه. انا عايز حاجه فيها فيتامين ايه، فيتامين بي، فيتامين يو. فيتامين يو؟ سكر بس، حته سكر. حته سكر كراي كده. لا ماشي. العب انت متحور عليا يا بيت. العب انت هتعمل حاجه، انت بتعمل لي شريفه. لا يا بيت، ما احنا متجوزين هنضحك على بعض. يا ابني ابعد بقى، ما بحبش الهزار ده. خلي عندك شويه ادب. هتعملي زي ابوكي؟ ماله بابا بقى ان شاء الله. عامل لي فيها الكواليني. خلي عندك شويه ادب. عملوها تاني وقعدت تجري تاني. ايه ده؟ ابوكي ساكن في القناه الصوتيه الثانيه ولا ايه؟ ما تتريقش على بابا، انا بحبه يا ستي. ما انا كمان بحبه. مش جاب لي احلى هديه في الدنيا ولا ايه؟ انت قصيتي شعرك؟ انا بس كنت بجرب. شكله حلو بجد. بجد شكرا. انا بس كنت عايزه اقول لك. قولي. لا قول انت. لا قول انت. قول انت والله مش مشكله يا حبيبتي. قولي، انا اصلا جاي عشان اسمعك. ماشي.
انا كنت عايزه اقول لك ايوه ان انت معاك حق. مش صح ان انا اقعد في مكان مديره مش محترم زي ده. ف انا سبت الشغل. ليه يا ماما سبت شغلك ليه؟ حد يسيب شغلك؟ لقيت شغل فين دلوقتي؟ عايز الاقي شغل. مش انا مرمي ايه؟ ما تقلقش يا اخويا ما تقلقش، انا لقيت شغل. ايه؟ لقيت شغل كله بنات. ماشي تمام كله بنات ماشي. ايه ده؟ ايه في ايه؟ ايه ده؟ في ايه والله؟ شنبك. ماله؟ انت ازاي سايبه منكوش كده؟ ياه ياه مش قلت لك تبقى تساوي؟ يا حبيبتي انت بس اللي شايفاه اصلا، مش حد بيشوفه في الشارع اصلا. حاجة ولا ايه؟ ما انا كنت داخل استحمى بس انت اللي في الوش قابلتيني اصلا جاب لي مشوار يعني. هو ايه الريحة دي؟ دي الريحة بتاعتي عادي مفيش حاجة. لا دي مش الريحة بتاعتك عادي. صراحة بقى هي مش الريحة بتاعتي يعني. أمارات عسلات فلات بسكوت على حلويات أحمر. هو أنت بتخني؟ هخونك ليه؟ يعني ليه هخونك؟ ليه هعمل كده أصلاً؟ معرفش يمكن ما بقتش مستحملني وبتدور على الراحة في مكان تاني. يا حبيبتي أنا مش بستريح غير معاكي أصلاً. كل ده علشان مشكلة صغيرة. مشكلة صغيرة؟ هو أنت بتسمي كل اللي حصل ده مشكلة صغيرة؟ نسيب بقى الهانم اللي أنت كنت معاها ونرجع للمشكلة. ما هي دي طريقتك على طول عشان تقلب عليا أنا الترابيزة. إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ ترابيزة إيه وزفت إيه؟ هو أي مشاكل وخلاص؟ طالما خانقاك أوي كده ما تسيبني وترجع للهانم اللي أنت كنت معاها. هو أنت خلاص افترضتي إن أنا كنت مع واحدة تانية وحكمتي بناء على كده؟ لا أنا مش بفترض حاجة. لو كان عندك تبرير مقنع كنت قلته. انا مش مصدق انك بتشك فيا. وما شكتش ليه؟ راجع لي اخر الليل وريحتك برفان حريمي، ما اعرفش كنت فين كل ده، مستني مني ايه؟ مستني انك تكوني بتثق فيا اكتر من كده، وانك تلاقي الف تبرير غير ان انا بخونك. اقولك على حاجه؟ يا ريتنا ما رجعنا. ايوه طبعا يا ريتنا ما رجعنا. ما انت اكتشفت انك غلطان وان في واحده تانيه. بس بقى انت ما بتزهقيش؟ ما تهديش من كتر المشاكل اللي بقت ما بيننا. انا بطحن كل يوم في الشغل وبستحمل كل ده عشانك، وبقول نبني حياه جديده عشان نعيش مبسوطين زي الناس، وانت كل اللي بتعمليه انك بتخلقي مشاكل وبس. انا اللي بخلق المشاكل؟ انا اللي بلف وادور واخون واكذب؟ انت مش شايف انا ضحيت بايه؟ انا سبت الشغل عشانك ورضيت اعيش في مستوى اقل من اللي متعود عليه عشانك. انا بقيت من كتر المشاكل بروح لدكتوره نفسيه عشان اتعالج، بحاول ارضيك بكل الطرق علشان نعيش زي ما الناس عايشه. يا ست ان شاء الله اننا معاشنا. انا ناسف. احسن وقت ما احتجتك تكون جنبي مني بقلبي رحيم، شك هزك هديكوني بدلي النعمة الجحيم. جيت اضمك جوا حضني سبت لي احساس أليم، جاله قلبي ازاي يخني صح في يلي غواك الشيطان زين لك الدنيا
بالثروة والسلطان وكتير حاجات تاني. براحتك اتمتعي بيها زي ما تعوزي، هتفضل برضو ستك الأنسة توزي. اللي مفيش في حنان اشحت وبيع العفش عشان والنبي لما تقوم قعد قصدك تقيل ومدف في مكانك. يا حلوة حن وانكش فيا اعدي بك نركب عربية تجيب سيجارتي من البقال تاخد كوزين دورة مشوي دية. يا حلوة حن لا النبي حن ايوه تعبان يا جاي ايوه بيت مستان. يا حلوة حن لا النبي حن تعبان يا جاي بيت مستان. ايه الجمال ده؟ عامل ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده العمر ده كله؟ بقول لك ايه، في حاجة مهمة أوي لازم تعرفها. ايه بقى؟ أنا جبت واحد صاحبي دلوقتي عايزك بقى ايه تفخمني كده وتعليني قدامه. يا باشا خليك رئيس جمهورية المكان. جه جه لا على اوعى. ايه يا ابني ده؟ كده لسه الراجل عمال يفتش لي حته حته وانا كده ايه ده؟ بقول لك ايه، ما تكون مغفل تعالى. اولا لازم يبقى المكان بعيد عن دايره معارف، ثانيا اللي هتلاقيه هنا مش هتلاقيه في اي مكان تاني، ثالثا وده الاهم مش فاكر. انت مش كنت مخلص واقف حاجات السكرمنت؟ ايه اللي غير لك رايك؟ ايه؟ ايه الخناقات من كتر الشد والالتهامات البطن؟ قلت انا بقى خليها حقيقه وهوريها بقى. انت كده حطيت رجلك على اول الطريق صح. اهلا بالباشا منور الدنيا. ام العالم ده اخويا وصاحبي وحبيبي. يا باشا يكرم لاجلك. لا يكرم لاجل نفسه، هو يبان محترم. بس بقى ايه خلبوس كبير. بابا 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 عايزك بقى تدلعه وتهشتكه وتعرفه من اين تاكل الكتف. من هنا. من اين تظبط الدماغ. من هنا. ومن هنا اجيب الرزق. من الامام بالعبا. عسل. عسل. من الامام بالعبا. أقدم لكم المرأة التي غلبت الشيطان 4-0، المرأة التي قهرت نص بيوت البلد ودخل على النص الثاني بقوة. يا بنتي ليه يا توزي؟ شغالة هنا بس احيانا بتبقى شغالة هنا. طب ما تسيبها هنا بقى. طب وكده ضحكات رقيعة وكده الفاظ خارجة وكده افعال خارجة وكده كده خبط على بطنها صاحب. عسل. خبط على بطنها تسقف. خبط على بطنها تسقف. ايه اللي بيضحك في انها تسقف؟ انت جربت دي؟ يا سيدي ما جربتش حاجة. جربها بس وخمس دقايق وهتسقف عين. تعال نقعد. مالك يا اخويا متزازر كده ليه؟ ما تفك شويه. معلش اصل متخانق مع مراته. يا لهوي. ايه مراته؟ ايه ده انت متجوز؟ لا لا كله الا الخيانه. تيتو ماشي الناس دي طلعها بره. مين بس اللي جاب سيره الجواز والمراته؟ قطع الجواز بسنينه اهو الجواز كده عامل زي البحر اخرس ربح ولو دخلته تغرق. هو انت متجوزه؟ كنت انا هبات ايه؟ الغريب اللي انت جايباني فيه ده انا همشي. خدي تعالي
تولعها لي. طب وفيها ايه؟ ما تهيصي وتفرفشي وتنعنشي كده. انا بس مش متعوده على الجو ده، بكره تتعودي. مرحبا مرحبا يا شباب ويا بنات. تعال تعال يا الطعميه. ليش ما تخدمني يا الطعميه؟ ليش؟ ارقص تعال. ها هذا عقاب القرش اللي ما ينزل صح. ارقص يا بنات، ارقص يا فتيات، ارقص يا بنات. شايفه يا بنت؟ شايفه الراجل بيعمل السلطه ازاي؟ طب ما حلو. يا هلا ويا غلا بالحلوات. اول مره تجوني هنا، ما اظن اني شفتكم قبل. لا بصراحه المكان هنا غالي وايد وايد وايد. لا لا لا، ما انه غالي وايد ما يخلى عليك انت والبطبوطه هذه. شكرا، عاملين حسابنا. بس ما نقدر نرد هدومك. تعال تعال. كل اللي هو عايزه شويه دلع وهيشيل الليل. وبعدين ده شكله معجب بيكي وايد 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 وايد. يا بنت عوجه بقك كده ليه؟ تبغين النقود؟ تبغين الاموال؟ ده اللي جاي لي عنده اجتماع. ايش اللي جابك هنا يا وجه البومه؟ جيت اشوف اخبارك، احوالك، تحتانك، شو تسوي؟ انا مو قايل لك قبل لا اطلع ما تطلعين من البيت؟ يلا غوري على السياره، من السياره على الطياره. طيارة على الكروز، جات الكروز تروح البيت، تروح البيت، تقلب الكون، لما غرات، تقلب صح، ترجع ثان، هي هي، كل من جنب ابو عدنان، الويل، هي هي شو تسوين؟ ترقصين الملعونة؟ ترى أنت اللي قاعد تسوي يوجا وتاكل لوجا، تروح مع الموجة وتلبس الزوجة، تروح البحر وهدي ألعب وتقول ايش تسوين؟ ايش تسوين يا ملعونة تجعلينا سايرك؟ وايش تسوين؟ أنت طالق. طلقنيش؟ نعم. أنا ما حدا يطلقني غير أبوي. أنت اللي طالق. تفهم؟ تفهم؟ انقلع من وجهي. عكرت مزاجي الملعونة، عكرت مزاجي. تدرون يا بنات، أم شوية عبر الربع ما أنزل يصيرون يقولون المجنونة الملعونة ويقذفون بالأموال والنقود. يا أكره الزواج، أكره. ما علينا ما علينا يا بنات، يلا يلا نعود الفلة ونرقص وننبسط. أنا ما أنا إيه؟ شكراً يا جدعان. طب هو ايه اللي بيضحك هنا بقى؟ انت جربتي دي؟ لا. طب ما تجربهاش عشان هتموت من الضحك. دوزي. لا دوزي. اسمعين هذا؟ دوزي. كباريه تاني خالص؟ لا موبا. عاجبك يعني كده منظري قدام الناس؟ هو انت ليك منظر اصلا؟ تعال ورايا على البيت. تمام. كوكي. كوكي.
احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ احنا حاولنا اننا ننجح بس تفتكري كنا غلط؟ تفتكري كنا بصين تحت رجلينا؟ بس احنا بنحب بعض. انا ما كنتش بكذب عليك والله. ولا انا كمان كنت بكذب عليك. بس الحب لوحده مش كفايه. واضح اننا كان بيتهيأ لنا. بيتهيأ لنا؟ لا. احنا بس محتاجين فرصه. انا خدنا فرصه غصب من الدنيا. الدنيا ما بتوزعش هدايا. كل حاجة وليها تمن. أنا ما كانش قصدي إن أعمل كل ده. مش هتفرق. الكلام في الأسباب مش هيغير النتيجة. وإيه هي النتيجة؟ بعدنا. ما بقيناش طايقين بعض. بعد العمر بحبك.
أتشي الحمد لله يرحمكم الله. الله حبيبتي الله يبارك. ايه ده؟ ايه ده؟ انت ايه؟ احنا ازاي ما متناش؟ ما اعرفش انا خايف قوي. خايف؟ طب هنعمل ايه؟ انا عندي حل. ايه؟ ايه؟ مسدس؟ ما انا بصراحة خفت لا تعملي معايا حركة غدر وتسيبيني اتشنق لوحدي، فقلت يعني وانا متشعلق في الهواء كده اظرفي طلقتين في دماغي. اه يا واطي ادخل عليا بيها بسرعة. طب اثبتي اثبتي اثبت. انت بتحتفل؟ اثبت عشان الطلعه الثالثه دي لو ما جاتش هتحتاجي محلل. اخلص بقى اخلص. انا عندي حل تاني بصراحه. ايه هو؟ سكينه يا متشرد. انا بصراحه كنت عامل حساب ان انا مش هعرف انشن يعني، فقلت ايه استني. ها؟ فقلت ايه ادخل عليا بيها بسرعه يلا. استني. ها؟ طب طب سقفه لله عشان خاطر والنبي سقفه بس عشان اسخن اسخن والله بس سقفه. اخلص بقى. استني استني. ها؟ آه! ما جتش ما جتش. ما انت ما سقفتيش ما مش هتيجي طبعا. طب 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 انا عندي حل. ايه؟ دسم؟ اصل انا بصراحه كنت ناوي اعمل معاك حركه غدر. يا لهوي على البنات. ده انت ده اهو ده انا كفوت اجيب لك اربجيه والله العظيم. طب انا كفوت تيجي فيك انت يا حسب الله انا اعمل وكيل فيكي. طب كنا هنعمل ايه طيب؟ طب طب ما اعرفش بقى ما اعرفش. طب طب معكش سلم كده ولا كده؟ انت مش سامعني؟ انت انت حبيت اللفه ولا ايه؟ زاهدي الدنيا ارمي الحمول واحد. ده انت رايق. تعالي عايزه ايه؟ معكش سلم كده ولا كده؟ سلم ايه لكده ولا كده؟ ما انت شافوني كريس المصري اطلع سلم من جيبي. طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ معرفش. هنفضل متعلقين كده يعني؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ ممن يا نهار اسود الكهرباء قطعت. يا ستي بدل ما تقعدي تندبي حال البلد قومي ولعي الشمع ساعد البلد في حاجه. ده الدنيا داخله ده حوار. يا جماعه ما انا بحبها. طب ايه رايكم ناخد موتكم وتاخدوا حياتنا؟ حياه قصاد موت من غير ما حتى تفكروا؟ ما اعتقدش محتاجه تفكير. هتعيشوا عذاب ألعن من الموت. مفيش عذاب اكتر من ان اعيش بعيد عنه. انتوا صح. هو ده حلم ولا بجد؟ حلم بقى ولا حقيقه؟ المهم اننا عايشين وسوا. اسعد ايام حياتي. امرات عسلات في الليل. بس كنت على حلويات. انت بتخون. احنا خدنا فرصه غصب من الدنيا والدنيا ما بتوزعش هديه. عايزك تسيب الشغل. بحاول ارضيك بكل الطرق عشان نعيش زي ما الناس عايشه. ايدينا ايه؟ مش عذاب اكتر من ان نعيش بعيد عنها. انا مش مصدق عشان نعيش زي ما الناس عايشه. اقول لك على حاجه، يا ريتنا ما رجعنا. اي محاوله للاخلال بالعقد قد تؤدي الى نتائج معلقه. احسن لو كنت ارضى واصبر
عيني فكرك بتعاني مكتوب العمر ومتقدر ترضى بنعمة ويرزقك أكتر عيش عمرك زي ما نفسك فيه الدنيا هنورة انتهيه وكسبت عشان عايش رايق ولا بشغل بالي ولا اتضايق الحكمة في حاجة تكرهها وأكل قلبي بس تصبر وحاجات من حبنا تكسرها وطريق كلنا مش حاضر فكر في حياتك ومصيرها من قبل ما تخرج من بابها الدنيا رهان واللي خسرها كان فاكر نفسه بيكسبها بنشوف على قلبك بتجيبها تعالي معايا عشان نتفنهم بسرعه تعالي عشان نتفنهم بسرعه استنى اثبت محلك اثبت محلك ايه اثبت تدفن مين اتفنك انت مش عارف انا مين ولا ايه ده نجم ده انت تدفن مين انت كريم انت رجعت تضرب تاني اضرب ايه لسه مبطل قدامك امبارح ده يا كريم انا خايف ما تخافيش طول ما انا معاك اوعي تخافي خالص هو ده اللي مخوفني يا كريم طب تعالي بص اللي انا هعمله تعمليه بالظبط غمضي عينك اجري يا نمي خد لا يا حبيبي انزل بالكتاب قدمنا لكم المعهد العالي للفنون المسرحية العرض المسرحي مع الشغل والجواز إهداء إلى الفارس المعلم والأب الأستاذ الدكتور علاء عبد العزيز مساعد الأزياء هبة الليبي فيروز أنديل أزياء ومكياج رحمة عمر منفذ الديكور محمد الإسناوي تصميم ديكور ودعاية أحمد جمال جيمي تنورة أنس عبد العظيم تصميم إضاءة أحمد السباعي العازفون ليد جيتار عبد الرحمن محمود تشيلو عبد الخالق العطار بيز جيتار محمد يحيى بيانو ديفيد سمير ترومبت هادي أنور
تأليف موسيقي وألحان أحمد حسني. شكر خاص جهاد مصطفى، يوسف إبراهيم، عبد الرحمن عثمان، محمد شحاتة. قام بغناء الكورال يوسف حسني. الراقصون محمد يحيى، عبد الله يحيى، سلمى محمد، مريم محمد، شيماء السيد. استعراضات ودراما حركية محمود نوح. شكرا للأستاذ محمود الدياستي. شكر خاص جدا لضيوف الشرف كريم أدريانو، نيل الشرقاوي. مساعد إخراج وردة. مساعد إخراج أول دارين وائل. مخرج منفذ هيثم فرغلي. مخرج منفذ حبيب الحسيني. الممثلون محمد أنديل جوبا. فاطمة النوبي. فاتن سعيد. وأحمد بيلا. أمير عبد الواحد. نغم صالح. عرض مع الشغل والجواز تأليف وأشعار أحمد رجب. إخراج عبد الباري سعد. بهنيكم على العرض الجميل والمخرج الهائل، حقيقي عامل حاجة جميلة جدا، وكل مفردات العرض بصراحة يعني حاجة أنا يعني بحترمها جدا. ممثلين هايلين جدا، أحمد وفاتن، ويعني مش عايز يعني أنسى حد، بس أنا شايف إنه الناس كلها انكاست يعني بشكل محترم قوي. دمكم خفيف جدا، عرض محترم قوي، عرض جميل في كل على كل عناصر العرض مكتملة. موسيقى جميلة جدا، وطبعا موسيقيين يعني عايز أحييهم برضو تحية خاصة، لأنه العرض المسرح الغنائي طبعا احنا بنقول انه يعني بيعتمد على المزيكا، والمزيكا اساس، وبرضو في نفس الوقت السينكرونيزيشن بين ما بين الممثلين وادائهم على المسرح حقيقي حاجه محترمه قوي وشيء مبشر. واتمنى لكم ان شاء الله ان احنا نستمر
لان دايما المسرح الغنائي احنا بنادي دايما بان يكون في مسرح غنائي على مستوى كويس. فانا شايف انه يعني العرض بصراحه يعني يرتقي الى المستويات العاليه يعني. والف مبروك جميعا، وان شاء الله نشوف الاعمال اللي جايه بعد كده يعني. شكرا جزيلا. مساء الخير. مساء الفل. الحقيقه انا استمتعت بعرض كان مفاجاه، لان احنا شفنا اللي بعته لنا كان صراحه مختلف تماما. اللي شفته انا اتخضيت. الاستهلاله الاولى حكايه المدافن وكده خلتني قفلت، ولكن لما شفت العرض من الداخل والشكل الجميل اللي المخرج والحقيقه هو يسحق تسقيف كتير على انه بجد غير فكرتي تماما واندمجت بشكل مختلف قوي عن ما شفت وانا قاعده في البيت. ما احنا بيجي لنا طبعا العينات بتاعه الشغل بتاعكم بتاع كل الجامعات وكل يعني كل المتقدمين. الحته الاولانيه قفلتني خالص، خلتني ما تزعلش مني، ما اتفرجتش على العرض. ليه؟ الله اعلم، يمكن انا نوعيتي مختلفه، بحب الناحيه الهابي والبهجه والحاجات دي. انما لما شفت العرض انبهرت بالتركيبه اللي معموله، شيء رائع. جميع الممثلين اللي ادوا العرض بهروني، خلوني مستمتعه. طبعا في شخصيات متميزه جدا، طاقه جامده جدا، ولكن انا ما احبش اقولها في الوقت ده، لان هم اكيد هم هيتالقوا ويبقوا نجوم كبار قوي قوي قوي، لان خفه ظلهم، بساطه الاداء، الايقاع الجميل الرهيب السريع الحلو، من كل يعني من كل ادوات العرض بهرتني بجد. يعني انا متفاجئه عكس ما شفت، وانا بحييكم. كان ليا اتفضلوا. يستاهلوا، فعلا يستاهلوا. انا بس كان ليا وجهه نظر، ما اعرفش يعني متفقين فيها معايا ولا لا. الجزء الاخراني فيه ريليف شويه، يعني ريليف للمشاهد ان هو يعني عارف ان هم الحياه بالنسبه لهم مزعجة ومقرفة وهم ما عارفش ايه، وممكن يرجعوا للحياة. وبعدين بعد كده حصل حكاية ان هم معلقين يعني الحتة الاخرانية انا حاسة يعني يمكن ما عارفش اذا كان التعبير يخني ولا هو صح، في شوية ترهل شوية، يعني عايز كان يتبرم يتلف على قد الارتفاع اللي طلعناه. نفسي ما اعرفش المخرج والمؤلف يخترعوا لنا فينالة تلم القصه دي بالنجاح الفظيع وبالعلو اللي عليناه من غير كده. وبعدين في جمله حلوه قالوها، فكر في حياتك ومصيرها من قبل ايه ما تخرج من بابها. يعني السلوجن ده كان ممكن استغلاله بدري ومن غير ما نبين لهم انهم لسه حي، يقول لها هقتلك ويقول لها ده هم واصلين خلق. انا بكلم بقى كمشاهده دلوقتي، يعني انا خلاص اتشبعت ووصلت، عايزه النهايه as quickly as possible، نخش على الفينال. يعني مجرد اقتراح احساسي انا الشخصي، لانه العرض حلو فنفسي المنطقه دي تتبرم، معرفش ازاي طبعا مش حاضر في ذهني اللي ممكن يحصل، ولكن انا خدت من الكلمه بتاعت الاستعراض، فكر في خيارك ومصيرها من قبل ما تخرج. يعني قلت يمكن دي تكون مدخل للمخرج للمؤلف انه يقفل بسرعه واحنا كده. الاصوات الجميله، في كم جمله اتقالت من الممثلين. طبعا حضرتكم كلكم ممثلين مش كده، ولا في حد كونسرفاتوار باللي بيمثله؟ كلهم طلبه في معهد الفنون المسرحيه. حاجه جميله وحاجه رائعه. ده كمان اللي كانت عامله
اللي هي الدكتورة النفسية نغم نغم صالح. نغم صالح أنا عايزة أحييها جدا 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 على خفة دمها وعلى إنها قالت كم جملة فوق يعني ما صعب حد يقولها. بكلمك بجد انا افتكرت الكونسرفاتوار او حاجه زي كده لانك ماسكاه مظبوط. طبعا والله مش عايزه اغلط واقول ان في حد كان اقل من التاني. كل الشخصيات ماسكه حلوه اداء ايقاع ريتم. مش هطول عليكم اكتر من كده. معانا الدكتور عادل هو هيكمل بقى. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. عبد الباري ازيك استاذ عبد الباري؟ انت متعتنا النهارده بعرض متميز جدا. احسنت. في شويه مشاكل في العرض بس انا عارف طبعا ده بسبب ايه يعني خارج عن ارادتكم طبعا خالص. انما انت عامل عرض متميز جدا او العرض فلسفي جدا. العرض فيه فكر عالي جدا وفي نظره تشاؤميه جدا. كان المفروض العرض يعني يخلص في ساعة وعشر دقايق بالكتير. العرض قعد أكتر من ساعة ونص ففي حوالي مش أقل من نص ساعة كانت زيادة في العرض. يعني كان ممكن يتلم في حاجات كتير. الممثلين الحقيقة بذلوا مجهود غير عادي وانت واضح ان انت عامل معهم شغل عالي جدا جدا جدا. الزوج والزوجة والعرض يعتبر من الكوميديا الموسيقية يعني من أعمال الكوميديا الموسيقية وده في المسرح الغنائي يعني. أحمد بيلا تقريبا مش كده؟ أحمد بيلا. أحمد انت هايل بس كنت مركز في انك تعمل كوميديا زيادة يعني انت عندك حس كوميدي عالي قوي وبرضه بتحاول ترقص انت واللي هي الزوجة الأستاذة فاتن. فاتن كنت هايله وادائك التمثيلي كان ايه بتحاولوا تعملوا يعني في الاستعراض وكده على قد ما قدرتوا بس انت عندك حس كوميدي عالي بس بتحاول يعني طبعا مع الجمهور اما بيسقف لك ويضحك وكده بتقوم مزودها شويه. فلما تشتغل معايا قطاع خاص اعمل الكلام واخد بالك ازاي. بس انا مبسوط بصراحه من اداء التمثيل للناس كلها على مستوى عالي جدا جدا. الزوج والزوجة وحاولوا يغنوا طبعا صوتهم مش مطربين يعني فظاع انما كانوا بيغنوا مظبوط مع التوناليتي. الالحان كانت كويسه ومناسبه بس كان يعيبها ان هي شبه بعض شويه يعني. الالحان حلوه ومناسبه وكل حاجه بس احس كتير قوي ان هي قريبه من بعضها يعني 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 ما يعني التغيير فيها بيخرج ونرجع تاني للتيمه اللي احنا قريبه. هو ده في المسرح الغنائي يعني مظبوط بس انا اقصد على الاغاني او الحوار الغنائي. الحوار الغنائي في معظم الوقت كان قريب من بعضه شويه. شكرا جزيلا. تحلم معايا احلام معايا تسمع حكاية اسمع غناء وارقص كمان تعزف كمان اعزف عشانك اضحك عشان يضحك زمانك. انا لو مكانك هحلم كمان احلم لحد الحلم